ريم سامي تحتفل بخطوبتها. الصور الأولى من حفل خطوبة الفنانة ريم سامي. احتفلت الفنانة الشابة ريم سامي بخطوبتها مساء أمس الجمعة في حفل حضره عدد من الأهل والأصدقاء المقربين. ونشرت ريم صور من حفل الخطوبة عبر ستوري حسابها على الإنستجرام وأظهرت مراسم الحفل. ويعد ذلك الارتباط الثاني لريم سامي حيث انفصلت عن خطيبها الأول رجل الأعمال طارق هيمن بعد عام من الاحتفال بخطوبتهما في حفل كبير أقيم بليلتين في الساحل الشمالي. احتفلت الفنانة ريم سامي بخطوبتها أمس على شاب يدعى محمد المغازي. وشاركت ريم جمهورها بصور وفيديوهات من حفل الخطبة اللي اقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء فقط. وأطلت ريم سامي فستان أبيض قصير وبسيط جدا وتركت شعرها يندسر ناعما على كتفيها كما ظهرت معها في الصور الفنانة مي عمر، وأطلت بفستان أحمر أنيق. وعلى جانب آخر تشارك ريم سامي في مسلسل حدوتة منسية تدور أحداثه في 30 حلقة وهو من بطولة سوسن بدر وعبير صبري وهشام إسماعيل ومحمود حجازي وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح ومحمد علي رزق وأحمد صيام وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين. ويذكر أن ريم سامي شاركت في المسلسل الكويتي ماما غنيمة وهو أول عمل يعرض لها في الخليج. وعرض المسلسل عبر منصة شاهد وهو من إخراج عبد الرحمن السلمان وقصة وسيناريو وحوار علياء القزمي. يذكر أن آخر أعمال ريم سامي مسلسل نسل الأغراب وهو بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وأحمد مالك وأحمد داش ومنى فضالي وهو من إخراج محمد سامي. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول. كانت معكم قناة نجوم ومشاهير.